عشائرنا أصالتنا، محل فخرنا واعتزازنا، عوننا سندنا، نخوتنا. منها نستلهم الدروس والحكم والشجاعة والكرم. قال إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام: عشيرتك جناحاك اللذان تطير بهما. الآن مع كلمة عشائر واسط يتفضل بإلقائها نيابة عنهم جناب الشيخ مظفر راضي العبيدي شيخ عام عشيرة البحليو، فليتفضل مشكورا. الأخوة الأعزاء، نقف دقيقة واحدة وقوفا لقراء الفاتحة على أرواح شهدائنا من الحشد الشعبي وقواتنا المسلحة من الجيش والشرطة. فاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، السادة الأفاضل، أصحاب السماحة، شيوخنا الأعزاء، الأخوة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في هذا الخطاب الإلهي دعوة لكل الناس ولكل البشر ولكل الشعوب للتعارف، ولا يكون التعارف إلا من خلال التقارب، ولا يكون التقارب إلا من خلال التعايش السلمي بين الناس. ولا ننسى هنا قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أيها الأخوة الأعزاء، باسم عشائر العراق وباسم عشائر الفرات الأوسط وعشائر محافظة واسط، نشكر مكتب سماحة المرجع الديني السيد الصرخ الحسن دام ظله لإقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية من أجل أن تسود ثقافة المحبة والسلام والعيش الآمن بين الناس على مختلف طوائفهم وديانتهم. وكذلك نشكرهم على هذا الاختيار الموفق للعنوان: الحسين نهج للتعايش بين الأديان. فالحسين سلام الله عليه هو رمزاً ونهجاً للتعايش السلمي بين الأديان، وكيف لا يكون ذلك وهو سبط النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مصباح الهدى وسفينة النجاة لكل البشرية بدون استثناء. فقد ضحى بنفسه وأهل بيته من أجل تلك المبادئ الإنسانية، حتى أن الغرب والعرب والمسيحيون وغيرهم كتبوا عنه باختلاف طوائفهم. فالحسين قائد عظيم وصاحب ثورة عظيمة ثار سلام الله عليه من أجل الإصلاح، ومن أجل أن تحترم الحقوق وتصان الكرامة وتحفظ الأعراض. وكذلك نشكر هذه المبادرة الطيبة وهذا المهرجان المبارك الذي من خلاله
تكون فرصة لتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي، لتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي وتثمينا لتضحياتهم ودمائهم الزكية من أجل العراق ومن أجل أرضه الطاهرة، أرض الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين. وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المهرجان وعلى جهودهم المبذولة، ونسأل الله أن يحفظ العراق، ونسأل الله أن يحفظ العراق وشعبه بمختلف طوائفهم ودياناتهم، وأن يحفظ قواتنا المسلحة في الجيش والشرطة، وأن يحفظ قوات الحشد الشعبي، وأن ينصرهم على كل قوى الظلام والإجرام والقبح والفساد والأرهابيين الدواعش التكفيريين الذين دمروا الحرث والنسل. ونسأل الله تعالى أن يعم السلام والأمن والأمان في عراقنا الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.